رمضان مبارك كريم، مغاربة كاملين إن شاء الله تصوموا وتعودوا ويدوز عندكم بخير وسعادة، واللي كتمنوا في حياتكم إن شاء الله يتحقق. رمضان شهر جميل، كنتمنى ندوزوا في المغرب، ما عرفتش ندوزوا في المغرب ولا لا، لأن أجواء ديالو أجواء ديال رمضان في المغرب أجواء يعني فريدة من نوعها، ما كايناش بحالها في حتى شي بلاصة في العالم. تنقول لهم رمضان مبارك سعيد، إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر، واللي قلبه بيد الله يسهل عليه، واللي قلبه خايب هو الله يسهل عليه، والمسامحة على جميع المغاربة. الله يكبر بك، الله يطول عمرك. رمضان مبارك إن شاء الله، وكفانا من الحروب، وكفانا من التطاحن، وكفانا من يعني المعاناة. فكنتمنى هذا الشهر رمضان اللي هو شهر الغفران أننا ندوزوه إن شاء الله في أمن وأمان، والله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا. وبلادنا راه حنا محسودين عليها، لأن الحمد لله بلادنا بلاد الأمن وبلاد الكرم وبلاد، فكنتمنى لها يعني الاطمئنان، والشعب المغربي كل رمضان وهم بخير وشكرا. السلام عليكم. الذي قلت ما تون الرئيس عائشة الشنويت أرون تنيح رمضان مبارك النون في لونك شمس لهنا الصح، كل ما تمنى ميقانا فولكي أكون حفظ ربي داتيك ربي مغفرة الذنوب، إن كني ولا كني أكون كله حفظ ربي. تبارك الله عليكم، دائما في الله. جمهورنا الحبيب ومتابعين مجلة لالا بلوس الفنية الجميلة، وكنقول لكم رمضان كريم، وهذه تحية مع أخوكم الفنان مراد أسمر. كنتمنى للشعب المغربي ومعجبين برجاء حسابني رمضان كريم، يعود عليكم الصحة والسلامة وطولة العمر، وباش ما تمنيتو تابعوا أخباري وجديدي الفني عبر الويب سايت لالا بلوس. احنا على أبواب شهر رمضان، كنقول اللي مزيون الله يطلق سراحه، واللي مريض الله يشافيه، ورمضان مبارك سعيد على المملكة المغربية والدولة الإسلامية والعربية. واللي بغيت نقوله الله يعطينا الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وننصر سيدنا، وتبارك الله عليكم من عند مصمح.